بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أولا بداية نشكر جمعية المنظمة لهذه النشاط، جمعية مساندة المعاق، جمعية الثقافة لمساندة المعاق، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في هذه المناسبة. أولا المحور كان حول احتواء العنف داخل المؤسسة التعليمية، ونتمنى باش تكون هذه الندوة أدت الدور ديالها والأهداف ديالها الحقيقية اللي تتجلى في أولا الإحاطة وتشخيص الوضع داخل المؤسسات التعليمية، خصوصا بعد ظهور هذه الظاهرة التي استفحلت أخيرا، وهي ظاهرة العنف في الوسط التعليمي والمؤسسات التعليمية ديالنا. نتمنى إن شاء الله باش التوصيات اللي تبرزت في هذه الندوة، متدخلين كاملين الأساتذة اللي دخلوا فيها، والتوصيات أن المسؤولين يأخذوها بعين الاعتبار، أن الجمعية راس المسؤولين باش يتم التدخل يعني في الوقت المناسب من أجل الاحتواء هذه الظاهرة التي لم يعد المجتمع المغربي يحبها أو هذا، ولكن هي ظاهرة جديدة عرفتها هذه المؤسسة التعليمية. نتمنى الله سبحانه وتعالى تكون هذه الندوة هذه حققت الأهداف ديالها الحقيقية، وتنشكروا فاس نيوز لأنها واكبت معنا هذه الندوة من الأول للأخير، وشكرا لكم جميعا.